المجلس الأمني الحكومي المصغر بقيادة أولمرت قرر تحرير ما يقارب 450 أسيرا كحسن نية قبيل قمة أنابوليس. هذا التحرير جاء ليظهر نية الإسرائيليين بالوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين. وعلى خلفية هذا القرار سوف يلتقي اليوم بشكل مفاجئ أولمرت مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن من أجل وضع البصمات الأخيرة وتقليص الفوارق بين الطرفين. لو هايتي رוצה להיות האיש שנכדינו או נכדי נכדינו יאשימו אותו בכך, הייתה אולי שנסה לשלום יהודי ערבי, והוא יחמיץ אותה. גם יחד עם ההכרח והכושר הנפשי לערוב לכל אפשרות של שלום, אנו מצווים, כי בנפשנו הדבר, על כוננות מתמדת למלחמה. في الفترة قبل أنابوليس لوحظت كثافة دبلوماسية واسعة النطاق، ابتدأت بزيارة وزير الخارجية الفرنسي كوشنر ووزير الخارجية الإنجليزي برنارد لتسيبي ليفني. I think that next week is going to be a success. I mean, the idea is to launch negotiations between Israel and the Palestinians to address the day after Annapolis all the issues that need to be addressed in order to create and to establish a Palestinian state as part of this vision of two states for two peoples. This is the idea. The meeting itself, the idea of the meeting is not to address the core issues but to launch the process. قبل أسابيع معدودة حذروا ضباط الجيش الإسرائيليين في المجلس الحكومة أولمرت بأن حماس تحاول عرقلة قمة أنابوليس، وكذلك حذروا الحكومة بأن فشل هذا القمة سوف يؤدي إلى انفجار في المنطقة وإلى تقوية المتطرفين الذي من شأنه أن يسبب إلى زيادة الإرهاب في المنطقة. كذلك عوامل من الشباك الإسرائيلي أخبرت إنفو لايف تي في أن فشل القمة سوف يؤدي إلى موجة من الإرهاب لم يسبق لها مثيل. There is no guarantees. There were no guarantees in the past and there are not going to be guarantees in the future. But the atmosphere today, both sides, I mean from the Israeli side and from the Palestinian side, mainly after what happened in Gaza, is a situation that Abbas and his government for the first time are ready to comfort with the Islamic fractions. قضية القسام ما زالت تشغل الإسرائيليين حتى هذه الأيام، في الوقت الذي فيه القسام ما زال يصب على مدينة سدروت بعد فشل الحكومة في حل هذه القضية. وزير الأمن الداخلي أفي ديختر صرح قبل يومين بأن مصر لا تحافظ على حدودها مع القطاع، وبأن تهريب الأسلحة عبر الأنفاق ما زال مستمر حتى أنه وصل مستويات مرتفعة جدا، والذي من شأنه أن يقود إلى عملية عسكرية إسرائيلية في غزة. While we strive to strengthen the pragmatic Palestinian leadership, we also strive to apply pressure on Hamastan in Gaza. Against this backdrop, the overriding imperative for Israel is protecting its security. That is our primary contract with our citizens, and that ultimately should be in the Palestinian interest too. في الوقت الذي فيه الشرطة الفلسطينية تنتشر في نابلس وتقوم بعمليات اعتقال ضد ناشطي حماس الذين يهددون أمن السلطة الفلسطينية، والأمر الذي يعتبر إيجابيا جدا، القوات الإسرائيلية ما زالت تجري اعتقالات شتى في مناطق الضفة الغربية للمطلوبين للأمن الإسرائيلي. على خلفية هذه التطورات، الرئيس السوري بشار الأسد ما زال يترنح ما بين الوصول إلى قمة أنابوليس من أجل حل قضية هضبة الجولان وبين محور الشر مع إيران وكوريا الشمالية التي تزودها بعلماء وبمعدات نووية من أجل الوصول إلى قدرة نووية. Syria is lately very much interested to come back to the Western community to be recognized by the United States. في هذه الفترة لوحظ أيضا تسلح حزب الله عن طريق صواريخ بعيدة المدى، وكذلك عن طريق تدريبات عسكرية واسعة النطاق تحت أعين اليونيفيل. وإيران من الطرف الآخر ما زالت تلعب دور المهدد على أمن العالم عن طريق برنامجها النووي. لذلك قمة أنابوليس سوف تكون طريق طويلة، لكن السؤال هل سوف تكون طريق للسلام أم طريق لموجة إرهاب واسعة النطاق؟ American efforts to bring both sides closer deserve appreciation. At the same time, we need to realize and recognize the complexity of the situation. العد التنازلي لقمة أنابوليس قد ابتدأ، والفلسطينيين ابتدأوا بزيادة متطلباتهم من الإسرائيليين، وأولمرت ما زال متفائل من هذه القمة بأنها سوف تحل الكثير من القضايا، أهمها قضية القسام، وكذلك من شأنها أن تحل القضية السورية.